الآن مشاهدينا الكرام إلى الأحوال الجوية والطقس. أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله تستعرضها لنا من جديد في جولة ثالثة وأخيرة دينا فكري. شكرا لك مصطفى ونهى. وأخبار الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات، ونبدأ بالقاهرة 16-8، الإسكندرية 16-10، مطروح 14-8، بورسعيد 15-8، الإسماعيلية 16-8، ونتحول إلى السويس 15-8، العريش 15-8، طابة 16-10، شرم الشيخ 19-13، الغردقة 18-13، الأقصر 17-7، أسوان 18-8، الوادي الجديد 16-5، شلاتين 17-10، حلايب 18-11. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.